السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمدرسة رواد المستقبل للغات، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس القراءة، ودرس بعنوان زراعة الفضاء. هي نتناول أهم الأسئلة، ولكن قبلها نتناول أهم معاني المفردات. فنقول: منصبا معناها متجها ومركزا، تعدى أي تجاوز الإفادة أي الاستفادة، الاستفادة والانتفاع، الموارد أي المصادر، الهائلة أي الكثيرة، تحتوي أي تشمل، حدا أي دفع، استنبات أي زراعة، يستقلها أي يركبها، تتجاوز أي تتعدى، أفرزته أي أنتجته أخرجته، إحلال استبدال، الحيوي المهم، وخلل معناه خطأ وفساد، وخيمة أي سيئة ورديئة، عواقب مفردها عاقبة وهي الخاتمة والمصير، ابتكار ابتداع والمضاد تقليد، السائدة المنتشرة، أبدعها أي ابتكرها، تكمن أي تعود، مؤثر أي فاعل، إدامة أي استمرار. هيا نتناول أهم الأسئلة. لماذا تتسابق الأمم في البحث العلمي؟ الإجابة: تتسابق الأمم في البحث العلمي لتحقق التقدم والرقي وتصل إلى المكانة اللائقة. السؤال الثاني: لماذا يبحث العلماء في زراعة الفضاء؟ يبحث العلماء في زراعة الفضاء لتوفير الغذاء والأكسجين لرواد الفضاء. ما المقصود بزراعة الفضاء؟ الإجابة: هو استنبات نباتات مختلفة في الفضاء لتوفير الأكسجين والغذاء لرواد الفضاء. السؤال الرابع: لماذا يسعى العلماء للحصول على الأكسجين في الفضاء؟ ذلك رغبة في إطالة الفترات التي يقضيها رواد الفضاء هناك. ما الذي اعتمد عليه خبير الكيمياء في تنفسه بالحجرة؟ فنجيب ونقول: اعتمد على غاز الأكسجين الذي أفرزته المزرعة الصغيرة. السؤال السادس: ما المشكلة التي يتوقع أن تواجه العلماء في المرحلة أو في الرحلات الفضائية الطويلة؟ تكمن المشكلة في مد الفترة الزمنية التي يمكن أن يمد بها النبات رواد الفضاء بالأكسجين والغذاء، وتعرض بعض النباتات للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي. السؤال السابع: لماذا يسعى العلماء للحصول على الموارد من الفضاء الخارجي؟ الإجابة: يسعى العلماء للحصول على الموارد من الفضاء الخارجي بسبب نقص الموارد على سطح الأرض مع تزايد أعداد السكان. السؤال الثامن: اذكر أوصاف الغرفة المستخدمة في التجربة. الإجابة: غرفة محكمة مربعة الشكل، طول ضلعها 10 أمتار، احتوت على مزرعة قمح صغيرة مساحتها 10 أمتار مربع. السؤال التاسع: اذكر بعض نتائج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة. الإجابة: من نتائج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة تحسين سلالات النباتات وزيادة الإنتاج وحل مشكلات الزراعة وزيادة مقومات النباتات للأمراض. السؤال العاشر: كيف كانت البدايات الأولى للكشوف والاختراعات البشرية؟ كانت الاكتشافات والاختراعات في بدايتها مجرد خيال عابر ما لبث أن تحقق على أيدي العلماء. السؤال الحادي عشر: ما المشكلة الرئيسية التي تواجه زراعة الفضاء؟ المشكلة الرئيسية التي تواجه زراعة الفضاء هي مد الفترة الزمنية التي يمكن أن تمد بها النباتات رواد الفضاء بالأكسجين والغذاء، وتعرض بعض النباتات للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي بسبب انتشار الأمراض والآفات، وبخاصة بعد أن طالت الفترات الزمنية التي يقضيها الرواد في الفضاء. لماذا ينبغي الدقة عند إجراء التجارب العلمية؟ وذلك لأن وقوع أي خلل مهما كان صغيرا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
عما كشفت الأبحاث العلمية مؤخرا، كشفت الأبحاث مؤخرا عن وجود كواكب بها كميات هائلة من الثروات المعدنية، مما دفع العلماء إلى التفكير من كيفية الاستفادة من هذه الثروات الهائلة. علل اختيار نبات البطاطا للزراعة في الفضاء. تم اختيار نبات البطاطا للزراعة في الفضاء، وذلك من أجل الوصول إلى كمية الأكسجين التي توفر احتياجات رواد الفضاء، إضافة إلى توفير الغذاء خلال رحلتهم. ما الفرق بين الاكتشاف والاختراع من وجهة نظرك؟ فنقول أن الاكتشاف هو معرفة الأسباب والقوانين التي تكمن وراء الظواهر المختلفة، أما الاختراع هو الابتكار والإبداع وإيجاد شيء لم يكن موجودا من قبل. ما النبات الذي وقع الاختيار عليه لهذه التجربة؟ وقع الاختيار على نبات البطاطا، وذلك بهدف الوصول إلى كميات الأكسجين التي توفر احتياجات رواد الفضاء، إضافة إلى توفير الغذاء. ما الهدف من وضع نبات البطاطا في خزانات مغلقة؟ وذلك الهدف منه الوصول إلى كمية الأكسجين التي توفر احتياجات رواد الفضاء خلال رحلتهم إلى الفضاء، إضافة إلى توفير الغذاء أيضا. وإلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.